السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في حادث مرور خطير سجلته مسار الحماية المدنية لولاية تشلف نهار اليوم على الساعة 6:25 بالطريق الولائي رقم 102 بمنطقة العجوسة بلدية عين أمران، تمثل في اصطدام عنيف ما بين سيارة سياحية وأخرى نفعية، حيث تدخلت فرق الإسعاف لذات البلدية مدعمة من نظريتها بالتوقريت لإسعاف وإجلاء الأشخاص المصابين بجروح وألام على مستوى أنحاء الجسم إلى مصالح الاستشفائية لذات البلدية، مع تسجيل خسائر مادية معتبرة للمركبتين. تبقى الأسباب الحقيقية مجهولة، يتم فتح تحقيقا من طرف المصالح المختصة لتحديد الظروف الحقيقية للحادث. الحمد لله، سلامة المصابين، ربي شافيهم ربي عافيهم يا رب العالمين. ودايما نقول في تعين السلامة وفي العجلة الندامة سوقوا بحذر مع احترام قوانين المرور. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.